ناطق يعني بشكل إلكتروني يتم غلق الأجهزة هنا في السليمانية وعموم محافظات الإقليم. نتحدث عن آلية الغلق الإلكترونية كما أعلنت المفوضية سابقا عند الساعة 6 بالضبط 6 مساء تم غلق الأجهزة بشكل إلكتروني ولا يمكن لأي مواطن أن يعني يدلي بصوته بعد هذا الوقت. بالتالي الآن الأجهزة تقوم بإرسال البيانات إلى القمر ومن ثم تعود عبر هذا الجهاز الناقل يا ناطق، وهذا الجهاز الناقل يقوم بإعداد ما تم يعني العمل به اليوم أثناء التصويت حتى نكون أقرب إلى الصورة. سنتحدث بشكل مباشر مع موظف في المفوضية وهو يتواجد في هذه القاعة منذ الساعة 7 صباحا. أستاذ، أولا أريد نعرف بعد أن تم عملية غلق الصناديق بشكل إلكتروني شلون راح تعاملوا مع الموقف؟ طبعا رحب بكم، اهلا وسهلا. احنا محطه رابعه في متوسط روشن مدرخان، طبعا غلقنا المحطه. هسه نبدا بعد هسه احنا واقفين على جهاز ينطينا العد الالكتروني اللي هو يطلع بشكل الكتروني دايركت. نعم نعم نعم، يطلع بشكل الكتروني. احنا هذا عندنا، بعد ذلك نفتح الصناديق ونبدا بالاقتراع اليدوي يعني نحسب وبعدين نشوف فرق بين العد اليدوي والعد الالكتروني، بين اليدوي والالكتروني. اذا ممكن توضح هذه عمليه العد والفرز اليدوي للمشاهد. احنا عندنا طبعا نوعين من الاوراق، اوراق عندنا ان صحيحه والعدنا اوراق باطله. بالاوراق الصحيحه عندنا تقريبا نسبه فرق 0%، يعني 5 بالـ10 اذا عندنا فرق ماكو مشكله، بس اذا اكثر من هذا احنا ما نقدر نعد. ندز بغداد هم بالكوميسيون ينطون النتيجه، بس احنا هسه تاكيد يعني انا بالـ100% انطيك النتائج تقريبا نفس النتائج، ماكو فرق. ليش تحكي بهذه الثقه؟ لان جربت الاجهزه بالتصويت الخاص يعني. طبعا هذه الاجهزه انا بكل انتخابات أنا موجود، بحياتي ما شايفت جهاز دقيق يعني أبد. أي واحد أي مركز أي سلطة ما يقدر يلعب بي أو بوينت 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 واحد يعني تأكيد. يعني بس عندنا كان عندنا مشكلة بالأجهزة ما يقرأ الأصابع. نعم. نعم. الأصابع ما يقرأ يعني شفنا احنا هسه احنا حسام عدد الاصوات 266 عدد. نعم. يعني حسام انت تتحدث مع الضيف، يا ريت المصور يراوينا بعض الاجهزه اللي تحدث عنها يعني حتى يكون تطبيق عملي لما يقوله يعني. يعني 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 الآن الزميل المصور إذا يسمح ينقل ما يحدث الآن في الجهاز الخلفي وهو هذا الصندوق الذي تتواجد فيه الأوراق. تحدثنا عن هذا الجهاز شنو؟ هسه عندنا هذا عد الإلكتروني ينطينا نتائج. الصندوقين عندنا العد الإلكتروني وهذا ينطينا نتائج مع الأحزاب والنواب والمرشحين كلهم ينطينا إياه عد دقيق. شي يسوي هذا هسه انطاني النتيجه بعد دقيقتين هذا ينطينا نتائج. هالنتائج مثل ما قلت لك النتائج نحطها هاي عد الالكتروني، وبعدين من يخلص هذه احنا نفتح الصندوق بهذا من نفتحه نطلع الاوراق نحسبها، نحسب الاوراق الباطله والصحيحه. مثل ما قلت لك لازم الاوراق الباطله والصحيحه ماكو فرق جزء قليل مع الاوراق مع العد الالكتروني. اذا اكو فرق شو يسوون اذا اكو فرق؟ وين يروح الصندوق للاقليم لو البغداد؟ مثل ما قلت لك هي نسبه يعني 5% 5.5. اذا اكو فرق بين اكثر من 0.5 بالاوراق الصحيحه احنا ما نقدر نعد ندز البغداد. بس انا مثل ما اكدت لك مستحيل ما بفرق ولا 0.1. شكرا جزيلا شكرا جزيلا ناطق. يعني ربما استمعنا الى حديث الموظف في المفوضيه، هو متاكد وواثق من عملية ما حدث اليوم من في العملية الديمقراطية أن هذه الأجهزة تعمل بشكل دقيق، وربما الآن الصورة تكون أوضح. هذا الصندوق هو الذي يقوم بإخراج النتائج. يعني الزميل المصور إذا ممكن يقرب على هذه، هو هنا مكتوب جاري عملية جاري عملية خزن نتائج الاقتراع والمطابقة والتسوية. تمت عملية خزن نتائج الاقتراع والمطابقة، الآن راح يطلع التقرير الأولي وهو التقرير الأول الذي يخرج عن ما يعني صوت له المواطنون خلال هذا الوقت، ومن بعدها يقوم الموظفين والمسؤولين في المفوضية هنا بفتح هذا الصندوق.
داخله كما تشاهد. ما هذه أوراق التصويت، يعني أصوات الاقتراع للمواطنين هنا في السليمانية، ومن ثم يقومون بالعد والفرز اليدوي بتواجد طبعا الآن ممثلي الكيانات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وأيضا وسائل الإعلام التي تتواجد في هذه القاعة، إضافة إلى المنظمات الدولية وحتى الأممية تتواجد في يعني أغلب ربما مراكز الاقتراع في السليمانية، كلها تشرف وتراقب وتساند عمل المفوضية من أجل يعني إظهار النتائج بصورة شفافة كما أعلنت عنها المفوضية في فترات سابقة يا ناطق.